لكن إذا ما كانش هناك مقاومة صحفية لم تكن هناك صحافة. أن يكون هناك إشكال أخلاقية تطرح في الصحافة يمكن تطرح في بشكل آخر، إشكالات التكوين، إشكالات البطاقة. إذا نحن أمام واحد اللجنة اللي هي محورية اللي هي المقاولة الصحافية. بالإضافة إلى هذا التكامل ما بين عمل اللجان، المجلس لوحده لا يمكنه كذلك أن يشتغل لوحده. تظهر القرارات عموما واحد في الإعلام الوطني تكون واحد دور أساسي محوري. إذا صور دير خلاص كمان مقاولة القرارات صحيح؟ والدعم الاستثنائي يمكن زملاء الناشر حاجه يقولوا فيه، ولكن لا راه ماشي دعم استثنائي، راه دعم لحد الان المعطيات اللي عندنا هو اقل من الدعم اللي كانت كتستافد منه المقاولات الاعلاميه في الزمن العادي. هذه ماشي جديده، لكن بسبب الجائحه تعمقت كما تعمقت في واحد العدد كبير من القطاعات. لكن احنا واجبنا هو اننا نبحثوا على الحلول. عندنا تقرير اللي كيقترح 30 ديال الاجراءات، ولكن هذه الاجراءات لابد ان نختبرها الان مع المعنيين من مختلف القطاعات المتدخله في الصحافه، بالاضافه لاننا نفتحوا نقاش حول الافق ديال كيفاش معالجه هذه الازمه، لان كل الحلول المطروحه الان لا تعالج الازمه في بعدها المتوسط والبعيد. الهدف هو انه المجلس الوطني ينفتح على الفاعلين الاخرين، رغم ما يمكنش يشتغل بوحده، وما يمكنش المقاوله تشتغل بوحدها، وما يمكن لاي واحد يشتغل بوحده في قطاع من هذا الحجم وبهذه الاهميه وبهذه القيمه. اذا لابد من تضافر الجهود، وهذا هو الهدف من تنظيم هذه الندوه اليوم. ازمه الوباء اليوم خلات بعض الظواهر اللي كتطبع على الصحه، ولا النقاش اليوم حول ممارسه التشهير مثلا، شنو اعتقد بان هذا موضوع مهم، ولكن عندنا احنا اشتغال على هذا الملف هذا، وقريبا يمكن تصلوا بنا في المجلس، مرحبا بكم في استجواب معمق. وكاين لجنه الاخلاقيات كتشتغل على هذا الملف، الجمعيه العموميه الاخيره ناقشت مختلف هذه القضايا هذه، وسيكون فيها الجديد.